تنصيب سيرفر الأباتشي. قم بالنقر على أيقونة حزمة البرنامج، ثم تابع خطوات تنصيب سيرفر الأباتشي مثل أي برنامج آخر. الآن وبعد الانتهاء من تنصيب سيرفر الأباتشي بنجاح، قم بتشغيل السيرفر من قائمة البرامج ثم من قائمة البرنامج أباتشي وانقر على الأمر Start. افتح مستكشف الويب ثم اكتب العنوان HTTP localhost. وعند تحميل هذه الصفحة فإن سيرفر الأباتشي يعمل بشكل صحيح.